السلام الله عليكم أيها المشاهدين قناة يوسف جيكس. كنسلم على جميع الموالي وجميع المتبعين يوسف جيكس، وسمحوا لنا على التأخر ديال الفيديوهات، عطلنا عليكم لأن عندي أشغال بزاف، ومع الشتاء الله يرحمنا بها ما ساعدنيش الوقت باش يكون عندي شي دريساج. واليوم هذا راه فيديو جديد إن شاء الله على المانينوا. هما كما كتشاهدوا عندهم 4 شهور وغادي نبداو معاهم في الدريساج في الديسيبلين ان شاء الله، ومن بعد من كملوا الديسيبلين عاد غندخلوا معاهم لاطاك. كما كتشاهدوا ها هو مال، وهذه الفيميل روك روك يا هاك روك روك جنس هاك. ها هما كما كتشاهدوا فيهم نوع مزيان ديال المانينوا، وراه غنداو معاهم ان شاء الله بحول الله. المهم انا اوريكم باش تشوفوهم ان شاء الله. الدوزيام فيديو غتشوفوا ملي غنداو معاهم في الدريساج، ونتمنوا من الله يوفقنا. سمعتوا؟ وبالنسبه غير بغيت نقول لكم واحد الحاجه، اللي عنده شي مانينوا الله يجازيكم بخير، راه خصو ما يخليهاش تتكبر تولى عندها 5 شهور 6 شهور 7 شهور 8 شهور، خصو يبدا معاها من 3 موا ويعود هذيك المانينوا يعود يخرج يتمشى بها، حيت راه كنلقاو صعوبه في الدريساج دابا ديال المانينوا اللي ما تيخرجها ما والو، فهمتي؟ ما كتعرفش تمشي مع مولاها، الشانطي ما كتعرفش تقطعو، فهمتي؟ كاين واحد شويه ديال الخدمه معاهم. غير بغيت نقول لكم اللي عنده شي مانينوا، ولكن واحد القضيه خصو يحذي منها، الا كان مخرجه عندك تقول لي شي حاجه في الزنقه يرد البال ديالو، حيت الا كانت لي شي حاجه في الزنقه راه غضرب عليه الكوليرا، وتكون شي ماكله مسمومه ولا شي حاجه راه يرد البال ديالو. الله يجازيكم بخير، وانا تنقول لكم اللي عنده شي مانينوا يبدا معاه من 3 موا، احسن دريساج يبدا وهو من 3 موا، من 3 شهور هو احسن دريساج يبدا من 3 موا. سمعتي؟ وان شاء الله بحول الله راه غتشوفوا الفيديو ديالهم الثاني، وغتشوفوا الدريساج ديالهم حتى غيكملوا ان شاء الله كومبلي غيكونوا. وكنشكركم وكنشكر جميع المشاهدين قناه يوسف جيكس، وما تنساوش ديروا لايك وتابوناو معنا باش نحكم الجديد، وشكرا. الفيديو الثاني ان شاء الله. السلام.